مشروع التلمذة ثمرة أخرى كبيرة مباركة أعطاها لنا الرب مؤخراً. هذا المشروع يقدم دروس مجانية عبر الإنترنت للتلمذة. نستعرض إليك عزيزي المشاهد بعضاً منها، مثل حياتك الجديدة الذي يقدم المبادئ الأساسية للمؤمن المبتدئ للنمو في الحياة مع المسيح، الكتاب المقدس سراج الحياة والمرشد اليومي للسلوك بالإيمان، من هو يسوع، حياته، تعاليمه، أقواله عن نفسه، لاهوته، ثم النبوات التي تحدثت عنه، الكنيسة من أين جاءت وكيف بدأت وما هو مصيرها في المستقبل، كيف يمكن لنا أن نتعرف على مكانتنا الفريدة في جسد الرب، الكرازة الشخصية، دراسة تساعد على فهم حقيقة الكرازة الشخصية وكيف تتحدث عن المسيح للناس من حولك بطريقة أكثر إقناعاً وقوة وإيجابية. أخلاقيات الكتاب المقدس، تساعد هذه الدروس على اكتشاف المبادئ التي وضعت لكي نكون قديسين كما أن أبانا الذي في السماء هو قدوس. عندما تصلي، هذه الدراسة لا تخبرك فقط عن كيفية التحدث مع الله، لكنها تقودك خطوة بخطوة في الاختبار العملي للصلاة الفعالة. كيف تدرس الكتاب المقدس؟ دروس تقدم لك حقائق أساسية عن الكتاب المقدس مع شرح لبعض الأساليب التي تستطيع بها تنظيم دراستك. العبادة المسيحية، منهاج دراسي يعاون ليس فقط في خلوتك الشخصية بل أيضاً عندما تشترك في العبادة الجماعية. العاملون مع الله، في هذه الدراسة ستكتشف كيف نظم الله الكنيسة حسب خطته، وستتعرف على أهمية وجود التنوع بين العاملين في الكنيسة. الزواج والبيت، يساعد الكثيرين الذين يستعدون لتكوين أسرة في بناء بيت مبني على أساس الإيمان المسيحي. خطة الله واختيارك، هذه الدروس ستتعرف منها أكثر على خطة الله لك وأنه باستطاعتك اختيار اتباعها، وهو الذي يعطيك القوة لكي تطبق الحقائق التي تتعلمها في حياتك اليومية. إنجيل يوحنا، تأملات في إنجيل يوحنا وما يقول عن حياة الرب يسوع، تعليمه وألوهيته ولاهوته. نحن نؤمن، التعليم من كلمة الرب، وكيف نجيب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. دور الكنيسة وما تفعله، تساعد هذه الدروس كل مؤمن مبتدئ على التعلم بسرعة وسهولة ما تقوم به الكنيسة من تعليم وفرائض أساسية في العبادة. خدمة التعليم، خدمة ضرورية لكل مؤمن كي يقوم هو بتعليم آخرين من حوله وتنمو حياتهم، بالتالي هم يعلموا آخرين أيضاً. المسيحي في مجتمعه، دراسة عملية تقدم المبادئ الأساسية للتعامل مع الآخرين في المجتمع اعتماداً على إرشاد الروح القدس. عزيزي المشاهد، مشروع شجرة الآرامية للتلمذة هو لكل المؤمنين بالمسيح، خاصة المولودين حديثاً في الإيمان وللعابرين الباحثين من أجل النمو والنضوج في الحياة المسيحية.